يا اهلا بالفيلموية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ فيلمنا. الفيلم بيبدأ انه في بنت لسه راجعة من المدرسة وماشية في طريق فاضي حوالي ورد من الناحيتين، وفي نفس الوقت في راجل اسمه كيم خارج يتمشى مع اصحابه، ولما كيم بيشوف البنت بيكون حاسس بالفضول وعلى طول بيأمر اصحابه يخطفوها، واتضح بعد كده ان كيم قاتل مأجور ومعروف وقام بقتل عشرات الضحايا في بلاد مختلفة، بس عشان كيم ابن جنرال في كوريا الشمالية وكل جرامه متغطية من الدولة، وبين ضباط الشرطة الكوريين الشماليين في واحد اسمه دي بوم بيكون معترض بشدة على القرار ده، لأن في ناس كتير أبرياء ماتوا على الفاضي، وخصوصا إنه عارف إن كيم بيعمل الجرائم دي عشان يتسلى، وماله يعني اللب والسوداني مش عارف، وعشان كده دي بوم مصمم يقبض على كيم قبل ما عدد الضحايا يزيد، وكمان دي بوم راجل بيتكلم جد جدا في الموضوع ده لدرجة إنه بيضرب أي حد من الناس اللي شغالين معاه اللي ما عندهمش كفاءة، وبعدين دي بوم بيرفع كل نتائج تحقيقاته لقائد الشرطة، ولكن مرة تانية الشرطة الكورية الشمالية بترفض تتابع القضية، حتى لو الكل عارف مين المجرم، والغريب إن دي بوم اتشال من القضية وطلبوا منه إنه ينقل لقسم تاني، برغم إنه قدم كل الأدلة الصحيحة، بس الشرطة الكورية الشمالية بتختار تحمي ابن الجنرال بدل ما تحقق العدالة، وفي النهاية دي بوم مضطر يقبل قرار رؤسائه، وفي مكان تاني كيم بيأمر ثلاثة من أصحابه يعذبوا البنت اللي خطفوها وهبيتفرج لحد ما يشبع، وبعد كده كيم بيلبس بالطو ويمسك أدوات القتل بتاعته وبضحكة شريرة وبدون ما ينطق كلمة بيعدم البنت. وبعد فترة قليلة الشرطة الكورية الجنوبية بتكتشف جثة البنت اللي طلعت واحدة من السكان المحليين، وفي الوقت ده ضابط شرطة اسمه ايدو كان بيحقق في القضية دي من فترة، وكمان كيم كان عايش في كوريا الجنوبية لفترة وعمل نفس الجرائم مع ضحايا كتير، وبشكل غير متوقع اتضح ان كيم كان بيسافر لبلدان كتير بس علشان يرتكب جرائم قتل، والحادثة دي سببت قلق كبير بين الجمهور الكوري الجنوبي لأن السلطات لسه معرفتش المجرم، وتاني يوم إيدو بيطلب من قائد الشرطة الكورية الجنوبية إنه يمسك قضية جرائم القتل الكتيرة، ورغم إنه لسه موقوف علشان كان عنفه زيادة، لكن قائد الشرطة بيبلغه إن الضابط السابق المسؤول عن القضية استسلم وحتى عمل حاجة مش معقولة، لأن القضية دي متعقدة من أي قضية قتل تانية، وعشان كده القائد قرر يخلي إيدو مكانه، بس بشرط إنه ما يتصرفش بطرق من نفسه زي قبل كده. ولما سمع كده ايدو رفض امر القائد وقال انه هيستلم القضية بس لو سمحوا له يتصرف بعنف، وما عندهمش خيارات تانية، والقائد اضطر يوافق، وبعدين ايدو بيشكل فريق تحقيق وبيبدأ يحقق في قضية جرائم القتل الكتيرة، وبعد شوية واحد من اللي شغال معاه بيبلغه ان فريق الطب الشرعي لقى الدي ان ايه بتاع المجرم على جسم الضحية، وبدون تردد ايدو بيجري على المعمل، وفي الوقت ده دكتور الطب الشرعي بيشك ان المجرم قاصد انه يسيب الدي ان ايه علشان يسخر من الشرطة، لان الدي ان ايه اللي اتلقى تبع اجنبي. بعد ما خد الدليل ده ايدو فورا بيأمر اللي معاه يدوروا على اي حد الدي ان ايه بتاعه زي ده، ولكن علشان يوفروا وقت ايدو بيطلب منهم يفحصوا الدي ان ايه بتاع المساجين الاول، ولما سمع كده واحد من اللي معاه اعترض وقال ان الدي ان ايه اللي اتلقى ممكن يكون فخ من المجرم، وللاسف ايدو ضربه على طول علشان ما اتبعش الاوامر، وبعدين ايدو حذر كل اللي معاه انه هيفصلهم لو عصوا اوامره، وخصوصا لو كانوا ما عندهمش كفاءه في التحقيق في القضيه دي، وبعد كل ده القضية اللي بيحققوا فيها بتتعلق بأرواح بريئة كتير، فإيدو متوقع إن محدش بيهزر وقت التحقيق، ولما الشرطة كانت مشغولة بالتحقيق وكانت الاستخبارات بتراقب الوضع في السر، وفي الوقت ده في عميل خاص اسمه جي هيوك بيتقابل مع رئيسه، وعلى عكس الشرطة وكالة الاستخبارات عارفة إن المجرم هو كيم، بس لسه مغطية على القضية لأسباب أمن قومي، ولو كيم اتقبض عليه كوريا الشمالية ممكن تنتقم من البلد، وكمان رئيس جي هيوك لسه وصل له معلومات من السي آي إيه إن كيم معاه سر لازم يتكشف لكل الناس، ولأنه بيتعلق بصفقات فلوس في بلدان كتير، وعشان كده جي هيوك متكلف إنه يكذب الحقائق علشان يضمن إن كيم ما يتعرفش إنه المجرم، وبما إنه شخص عنده ضمير جي هيوك عايز يرفض الأمر، ولكن رئيس الاستخبارات هدد بفصله ولو جي هيوك قدر يرفض، وفي عالم الاستخبارات الفصل يعني إنه هيتقتل عشان ما يفضحش أسرار الدولة، ونتيجة لكده جي هيوك مضطر ينفذ الأوامر، وبعد الاجتماع جي هيوك بيبدأ يتحرك عشان ينفذ أوامر رئيسه، وبيأمر اللي شغالين معاه يأمنوا المكان اللي كيم استخبى فيه قبل ما إيدو وفريقه يقدروا يقبضوا على القاتل، في نفس الوقت إيدو عرف مكانه بفضل معلومات من مدعي عام مديون له بخدمة، وبعد شوية جي هيوك بيوصل لمكان كيم اللي حواليه الشرطة، ولكن كيم باين عليه هادي جدا حتى في هجوم الشرطة وعملاء الاستخبارات على المكان، وكيم عنده وقت يقرأ كتاب في الموقف ده، ومن غير ما يفكر جي هيوك بيطلع الكلبشات وبيستعد ياخده المكتب الاستخبارات، ولكن في نفس اللحظة إيدو بيظهر وبياخد كيم منه، وإيدو بيشرح إنه حصل على أمر بالقبض على كيم،
فوكالة الاستخبارات مش مسموح لها تتدخل، وعشان كده جي هيوك بيتصل بسرعة على رئيسه وبيبلغه ان الشرطة اتحركت اسرع من توقعهم، وعشان كده جي هيوك بيخطط يوقف عملية التحقيق وبيأمر اللي معاه يقبضوا على اصحاب كيم. وللأسف الاتنين اصحاب كيم اتقبض عليهم بالفعل من راجل لابس روب اسود. هو مش بس كده، الراجل ده كمان عذبهم بطريقة بشعة لحد ما ماتوا. وبعد وقت قليل ايده بيبان وهو بيحقق مع كيم في اسم الشرطة، وفي الوقت ده كيم لسه هادي جدا وبيتريق على ايده لانه عارف ان الشرطه الكوريه الجنوبيه مش هتقدر تثبت جرايمه، وخصوصا ان كيم بيتساعد من محامي وكاله الاستخبارات بعتلي واللي جهز كل الحجج علشان يطلعه من التهم. وبالرغم من كده ايدو بيرفض يستسلم وبيكمل في البحث عن ادله تانية عشان يحطه في السجن. وبعد التحقيق ايدو بيطلب من اللي بيشتغلوا معاه انهم يجمعوا ادله تانية ويقبضوا على الثلاثه اللي اشتركوا مع كيم في الجرايم علشان يقدر يجيب كيم للمحكمه. وبعد وقت قليل وصل واحد بتاع توصيل اكل لقسم الشرطه ومعاه طلبيه، ولكن من غير ما يعرفوا ان الراجل ده في الحقيقه عامل استخبارات جاي من جي هيوك عشان يتجسس على الاسم. وبعدين جي هيوك بيوجه فريق الاي تي انهم يكونوا جاهزين ويراقبوا كل تحركات الشرطه، وفي نفس الوقت بيأمر فريق الميدان انه يحدد بسرعه مكان واحد من شركاء كيم الباقيين اللي لسه ما تلقاش. وبما ان الاثنين التانيين ما تمش اكتشافهم لحد دلوقتي، فالاحتمال كبير انهم اتعدموا حقيقي من قوات كوريا الشماليه. وفي الوقت ده ايدو واللي معاه كانوا صاحيين لمده 24 ساعه عشان يراجعوا تسجيلات الكاميرات حوالين المكان اللي استخبى فيه كيم، ومركزين جدا في شغلهم، وما خدوش بالهم ان الراجل بتاع التوصيل اللي دايما بيجيب لهم الطلبات هو في الحقيقه عامل استخبارات. وباختصار جهودهم في الاخر جابت نتيجه، ولما واحد من اللي مع ايدو لقى دليل في واحده من تسجيلات الكاميرات ومن كل الادله اللي جمعوها، ايدو اخيرا قدر يواجه كل حجج كيم. وكمان تسجيلات الكاميرات بتثبت ان كيم سافر لاماكن تبع الجرايم، بس كيم بيرد على اتهامات ايدو بضحكه شريره واللي طبعا بتخلي ايدو عايز يشيل الابتسامه دي من على وشه. وفي مكان تاني اخر واحد من شركاء كيم قدر يهرب، وبان كمان ان الرجل اللي لابس روب اسود واللي قتل الاثنين التانيين تبع كيم هو دي بوم، كان ضابط شرطه كوري شمالي كان في السر وحرر كيم في كوريا الجنوبيه عشان يقدر يستخدمه كشاهد في المحكمه ويكون دليل على كل الجرائم اللي نفذها قبل ما الشرطه تقدر تقبض عليه. وقبل ما ايدو يقبل العرض فجاه بيجي له خبر ان جي هيوك خد كيم من قسم الشرطه، وبدون تفكير ايدو جري هناك وحاول يوقف عملاء الاستخبارات. ولما شاف كده كيم ابتسم برضا وهو عارف انه نجح يوقع الوكالتين ضد بعض. ايدو غضبان وعمل فوضى خلاه يتنشر في الاعلام وادى القائد الشرطه سبب انه يوقفه لمده شهر. وبعد الحادثه دي ايدو كان باين عليه الاحباط وبيفضي غضبه بتكسير كل حاجه حواليه، ولما هدي افتكر عرض دي بوم الليله اللي قبلها وان ضابط الشرطه الكوري الشمالي ضمن ان كيم هيتعاقب على كل جرائمه، وكمان ابو كيم تم اعدامه من رئيس كوريا الشماليه عشان يقف ضده ويعارضه، بالاضافه ان لو كيم اتسلم للسي اي اي والاحتمال انه ما يتعاقبش بسبب الاسرار اللي عنده المتعلقه بالتمويل الدولي. وفي اللحظه دي ايدو بدا يفكر يقبل عرض التعاون مع دي بوم. ومن ناحيه تانية كيم في بيت امن محروس من عملاء الاستخبارات وهيتم نقله قريب لامريكا عن طريق عامل السي اي اي، وواحده من العملاء اللي بيحرسوه كانت ست ولما شافها بدا تظهر عليه ميوله. وفي نفس الوقت جي هيوك بيتكلم مع رئيسه عن نقل كيم لامريكا، ولما تتحل القضيه دي جي هيوك هيترقى، بس ده شكله مش هيحصل لان بعد شويه جي هيوك بيجيله خبر ان كيم قدر يهرب بعد ما ضرب العميله، واتضح ان العميل الاستخباراتي اللي كان مكلف بحراسه كيم طلع يشرب سيجاره وساب العميله لوحدها. جي هيوك غضب وعلى طول ضرب العميل المهمل، ولحسن الحظ فريق الاستخبارات قدروا يقبضوا على كيم قبل ما يبعد. وفي اللحظه دي جي هيوك ما قدرش يمسك اعصابه اكتر وفضفض بغضبه بضرب كيم، بس كيم ابتسم وقال انه كان بس بيتسلى مع العميله الاستخباراتيه. ولما سمع كده جي هيوك غضب اكتر لان كيم بيشوف الناس كانهم لعب بتاعته. ومن ناحيه تانية ايدو جات له مكالمه من دي بوم اللي للمره التانية طلب منه التعاون، لكن دي بوم افتكر ان قائد الشرطه وقفه، وكمان كيم هيتنقل قريب لامريكا. وبالرغم من كده دي بوم لسه عنده طريقه يشتري بها وقت. وفي المكالمه دي بوم بلغ ايدو ان كيم واصحابه مره عملوا فيديو تعذيب وباعوه على الدارك ويب، ولكن لسبب مش معروف الشرطه اللي حققت في القضيه ما قدرتش تحلها، وعشان كده دي بوم طلب من ايدو انه يشوف الملفات في قسم الشرطه. وبما انه لسه موقوف ايدو طلب من الناس اللي شغاله معاه يدوروا على فيديو التعذيب ويتاكدوا ان وش كيم باين فيه. وفي نفس الوقت عامل السي اي اي اسمه بول وصل للبيت الامن ومستعد ياخد كيم لبلده. وقبل ما يعمل كده بول حاول يقنع كيم يكشف عن الحسابات السريه اللي كان ابوه بيملكها، لكن كيم ما كانش بيقتنع بسهوله فبدا يقول اي كلام قدام بول. وبول زهقان من هرتله كيم وقام بول وامر رجالته انهم ينقلوا كيم بسرعه، ولكن قبل ما يقدروا يمشوا ايدو والشرطه فجاه وصلوا ومعاهم امر قبض جديد، والمره دي ايدو كمان جاب دليل محدش يقدر ينكره وهو فيديو التعذيب اللي كيم فيه واللي كان متباع على الدارك ويب. وبعد ما ربط كيم ايدو كان قاصد انه يسرب تفاصيل التحقيق عشان يذل كيم قدام الكل،
وفي اللحظة دي ايده صرح ان السبب اللي بيخلي كيم يقتل البنات انه بيشوفهم زي اللعب بتاعته. ولما سمع كده كيم حس بالاهانة لاول مرة، لان كان في حقيقة في كلام ايده. وفي نفس الوقت جي هيوك سمح لايده ياخده علشان يتحاكم زي ما يستحق، ولكنه كمان كان عارف انه لازم يستعد لفصله من وكالة الاستخبارات. وقبل ما يمشي بول محبط منه وكشف ان ايده كان بيساعد دي بوم طول الوقت. وبول كمان شرح ان دي بوم كان عنده طار مع كيم لانه عذب وقتل الناس اللي شغالين مع دي بوم وهم نايمين. ولحسن الحظ دي بوم قدر يهرب، ومن الليلة دي كان مصمم يقبض على كيم وينتقم لزمايله اللي ماتوا. وبعد ما كشف كل ده بول مش اتوعد انه هيلاقي طريقة تانية يقبض بيها على كيم. وبعد وقت قليل ايدو واللي معاه فجأة تم منعهم من الدخول، وده كلام قائد الشرطة، وكمان امروا انهم يسلموا كيم للسي اي اي، واللي خلى ايدو محتار من قرار قائده. وبعد كل الادلة اللي كشفها ايدو بيؤمن انه لازم يحقق العدالة بدون تحيز. وبعدين ايدو بيتصل بالمدعي العام اللي بيساعده دايما عشان يكمل محاكمة كيم في المحكمة، ولكن المدعي العام مبقاش يقدر يساعد بسبب الضغط من رؤسائه. وفي النهاية ايدو استسلم للوضع وقرر يسلم كيم لجي هيوك تاني، وعارف ان السي اي اي انهم تقريبا هيقتلوا كيم لما يحصلوا على حساباته السرية. ولما عملاء السي اي اي كانوا على وشك ياخدوا كيم، فجأة كيم بيضرب ايدو بالرصاص. لما جي هيوك شاف كده امر اللي معاه يجروا بايده على المستشفى قبل فوات الاوان. وبعد كده جي هيوك بيجري ورا عملاء السي اي اي اللي بياخدوا كيم للمطار، ولكن فجأة بيتخبط بعربية لما بيشوف دي بوم بيقبض على كيم. وجي هيوك في البداية كان عايز يوقفه، لكن في نفس اللحظة عرف ان بس كوريا الشمالية هي اللي تقدر تعاقب كيم العقاب اللي يستاهله. واخيرا جي هيوك قرر يسيب دي بوم ياخده. وبعد كده جي هيوك بيزور ايدو في المستشفى، وبيطلع انه دخل في غيبوبة والدكاترة بيقولوا انها هتستمر لفترة طويلة، وكمان في عشرات الرصاصات بوظت اعضائه الداخلية. وبسبب ده جي هيوك بيروح لمكتب الاستخبارات عشان يبلغ رئيسه. وبشكل غير متوقع الرئيس قرر ما يفصلش جي هيوك، لان كيم هرب وهو في حراسة السي اي اي، واللي هو معناه ان دي غلطتهم. ومن ناحية تانية دي بوم وعملاء الاستخبارات الكوريين الشماليين بياخدوا كيم لبلدهم بالمركب، ولكن وهم في الرحلة العملاء بيخونوا دي بوم وبيقفوا في صف كيم. وبسبب اللي عرضوا عليهم كيم خلى دي بوم متحاصر ومحدش بيدافع عنه. وبابتسامة شريرة كيم بيرفع مسدس وبيضرب دي بوم قبل ما يرمي جسمه في البحر عشان ما يتلقاش من عملاء كوريا الشمالية التانيين. وبعد كده كيم بيخطط يسيب البلد علشان يكمل سلسلة جرايمه. وفي مكان تاني بعد 3 سنين جي هيوك كان لسه غضبان بعد ما عرف ان كيم قدر يقتل دي بوم وهرب لهونج كونج، ومصمم انه يعلمه درس. فجي هيوك قرر يروح هناك، وكمان وافق يتعاون مع بول تاني. وبما ان السي اي اي لسه ما اكتشفوش الحساب السري اللي كيم مخبيه، فبدون ما يضيع وقت جي هيوك دخل الشقة المشتبه ان كيم بيستخبى فيها، وبسهولة قتل عدد كبير من رجالة كيم اللي بيحرسوا المكان. وبعد ما قتلهم كلهم جي هيوك قعد قدام كيم بنظرة باردة. وقبل ما ينفذ العقاب اللي كيم يستحقه جي هيوك اختار انه يعذبه ببطء وبألم، وكيم بيتوسل له انه يقف، وحتى بيهدده انه يدمر حياته لو عنده الجرأة انه يكمل. لكن جي هيوك بهدوء قال لكيم انه ملوش قيمة دلوقتي، لان ابوه اتعدم من رئيس كوريا الشمالية، وحساباته السرية قدروا يحصلوا عليها من الاستخبارات الصينية. وبمعنى تاني كيم مبقاش عنده حاجة يدافع بيها عن نفسه، وعشان كده جي هيوك اتوعد انه هيبعت كيم للجحيم على كل الجرائم اللي عملها. وبعد شوية جي هيوك ادى راس كيم لبول، وده خلى عامل السي اي اي يحس بالخيانة من افعال جي هيوك. ولكن جي هيوك شرح ان الحساب السري اللي كان عند كيم بقت فاضية، فالسي اي اي ما عادش محتاج يلحقه بعد كده. ولما سمع بول كلام جي هيوك سكت، وكان فاكر انه اتخدع طول الوقت. وفي المشهد الاخير من الفيلم جي هيوك بيتامل وبيصلي لايده اللي لسه في غيبوبه في المستشفى، وكمان جي هيوك عنده امل انه ما يبقاش في قتله مجانين زي كيم ياخدوا حياه الناس الابرياء. ودي بتكون نهايه فيلمنا النهارده. قولوا لنا رايكم في الفيلم في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهارده اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.